تطلع لتحقيق كل أهدافها، وبدور الأزهر الشريف منذ بدايات الثورة وإدارته الجيدة لحوارات مثمرة مع كل أطياف الحياة العقلية والعلمية والدينية والسياسية في مصر، مما أثمر وثيقة الأزهر التي أسهم فيها رجال مسلمون ومسيحيون شبابا وشيوخا وسيدات من كل الأطياف والمستويات. ثم تلتها منظومة الحريات الأربع الأساسية: حرية العقيدة، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية الإبداع، وحرية البحث العلمي. وقد لقيت هاتان الوثيقتان إعجاب الشعب المصري والعالم العربي والإسلامي والغرب كذلك، كما أنه تم إعداد وثيقة المرأة وحقوقها في مصر الجديدة التي سوف تعلن عقب إجازة العيد مباشرة، وبدأ العمل من الآن لوثيقة المواطنة، وما زال الأزهر مفتوحا للحوار في سبيل تجميع شعب مصر كله حول تحقيق جهود السلام في مصر والمنطقة. ثم التحق كبار أعضاء بيت العائلة المصرية بالاجتماع، وتم التعريف به وبدوره في القضايا التي أنشأ من أجلها، وفي مقدمتها إصلاح الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي، ودراسة علمية موضوعية لمشاكل ما يسمى بالاحتقان الطائفي، مع اقتراح حلول عملية لها والتواصل مع أجهزة الدولة لتحقيق هذه الحلول. وكان في بؤرة النقاش والحوار المشكلة الفلسطينية، وكونها أساس السلام في المنطقة، وضرورة قيام دولة مستقلة وحرة للفلسطينيين، حيث أن الظلم الواقع عليهم هو أساس كل المشاكل والعنف في المنطقة، ولا يمكن تحقيق السلام إلا على أساس العهد. وانتقد الأزهر الشريف انحياز الغرب الدائم لإسرائيل، وأكد الوفد والرئيس كارتر على أن الاستمرار في إقامة المستوطنات على أرض فلسطين هو العقبة الكؤود أمام مباحثات السلام، ووعد ببذل المزيد من الجهود للضغط على إسرائيل في سبيل تحقيق الوطن المستقل للفلسطينيين. حفظ الله مصر ورعاها من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Well, first of all, I want to thank the Grand Imam and all the members of the House of Family for letting the elders come and meet with them. أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الإمام الأكبر ولبيت العائلة الذين سعدنا بلقائهم اليوم. All of the Christian leaders here, including me in a very minor way, are very grateful for the appointment and the leadership of such a great moderate leader as a Grand Imam. جميع قادة المسيحيين، القادة المسيحيون الذين التقينا بهم هنا، جميعهم ممتنون لتعيين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لتفهمه للوطن. All of these are not political leaders. They speak with a great voice of authority for freedom, for equality under law and under God, and for great progress in the future for this wonderful country. والقادة السياسيون يسعون إلى تحقيق السلام وما فيه صالح دول المنطقة. The elders are here because we see the importance of Egypt with its new government, not only for this region, but for the entire world. والحكماء هنا لأنهم يدركون أهمية مصر في ظل الحكم الجديد أو النظام الجديد. We watch with great interest and attention the evolution not only of a new government here but a new constitution that we believe will embed in the future of Egypt the symbols of freedom and equality and progress. ونحن نتطلع هنا إلى ما رأيناه من حكم من حكومة جديدة وأيضا من دستور جديد، ونأمل به أن يحقق السلام والتقدم. We have 10 members of the group known as the Elders plus Nelson Mandela, and I can say that we are unanimous
in deploring the persecution of the Palestinians and their deprivation of basic human rights. الحكماء عددهم 10 وقد أسس الحكماء عددهم 10 وقد أسس مجلس الحكماء الرئيس نيلسون مانديلا ولكننا نحن هنا اليوم 3 من هؤلاء الحكماء فقط. We discussed the need for reconciliation between Hamas and Fatah so that the Palestinian voice will be loud and clear and united in the future. ولقد ناقشنا القضية الفلسطينية وما يتعرض لها الفلسطينيون والمصالحة بين حماس والمصالح الفلسطينية الأخرى. We will continue our work for peace and for human rights in this region, and we believe that this is a responsibility not only for the political leaders but the religious leaders are here in this great nation. وسوف نواصل جهودنا من أجل تحقيق السلام، وهذا الأمر لا ينعزم رجال السياسة فقط ولكن أيضا رجال الدين. We will be meeting with the press at a press conference later this afternoon. But let me close by saying how grateful we are to all the religious leaders, Christian and Muslim, who have met with us this morning. And we pray for God that this great country will realize its potential in the furtherance of human rights and economic progress. Thank you very much. نأمل بأن يحقق الدستور الجديد أمل الشعب المصري المصري بالسلام وحقوق الإنسان. شكرا جزيلا. It's better that you move from here. We have only time for people, pyramids. Make sure you stay with us.